في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون صاحب كتاب قواعد اللغة الأشورية المعاصرة. نحن نقرأ سورة هود، واليوم نكمل مع الآية 50. أشارككم الصفحة حتى تستطيعوا أن تتابعوها إن أردتم، وهي طبعة العربية للقرآن التي يمكنكم تحملها مجانا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. طيب هنا تعتبر ناقصة أبونا، بس يعني مو مشكلتنا يعني. وهنا يقول يعني 76 وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود، لكن هي تقريبا مفهومة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلوا. هذه آية تتكرر كثيرا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. مدرارا، كلمة مدرارا عبونا، هذه مدرارا 77، مدرارا يعني مطر غزير. ضر، احنا يقول ضر يضر بالضر، البقرة يعني بتعطي حليب كثير. ضرة البقرة احنا هيك نستعملها مدرارا. هل مدرارة، هل اللغة السريانية تساعدنا؟ هل هناك كلمة فعل ضر؟ في بس بغير معنى ضر. إذا ضر هيك مشددة، ضر يعني صارع قاتل كافح حارب خاصمة. أما أيوة ما في ضر. إحنا مثلا البقرة، ثدي البقرة نسميها الدرة، فلاحين سموها هيك. أيوة. مدرارا هذا جاءت أبونا في عدة آيات فعلا، مدرارا نفس الكلمة في ثلاث آيات مدرارا. درا متواصل بددة ما تجي معنا، ما في. أيوة ما في بالسرياني ما في شيء. طيب قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. عن قولك لقولك كان لازم يقول. فهل أبونا السرياني يقول تركوا عن قولك؟ ذلك عن قول يعني بسبب قولك. هل عن عندكم تعني بسبب؟ لأنه هذا فعلا استعمال أحرف بغير معناها أو خطأ أو خطأ. في عل نحن نستعمل يعني على قولك. على قولك أيوة يعني ما في عل. هنا وما نحن لك بمؤمنين، الباء اعتبرت إضافية عبونا. أيوة. إلا اللهم إذا السرياني بيستعمل حرف الباء وما نحن لك بمؤمنين. لا. طيب إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. اعترى يعني بعض بسوء، يعني اعترى يعني هل مسك بهذا المعنى. اعتراه الخوف، يعني مسه الخوف. يقول اعتراك
اعتراك. شوف شو كتب القاموس هذا عندنا. اعتراك أبو اعتراك بعض آلهتنا. أصابك بمعنى أصابك. أصابك. طيب منيح نكمل. هلا الآية الكامة 55 من آية هاي تكملها الآية السابقة. إذا تقول الآية السابقة واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تنظرون يعني هنا فهمها أستاذنا تنتظرون. تنطرون يعني تنتظرون. نطرون. نطرون. بس هو طيب تنظرون يعني لا تمهلوني. نطر تنطرون. تنطرون. أيوه. هذا تنظر منيح. نعم. كيدوني. أيوه. يكيدوا. أيوه. كيدوني جميعا. كيدوني جميعا كيف ما يعني كيدوا الكيد يعني يعني خاصموني جميعا. أكيدوني بهذا المعنى الكيد. شفت علي هذا المعنى. أيوة. هذا المعنى خمس. نشوف لك ولا إياه. تنظرون. أيوة 55. أيوة واضح 55. أيوة 55. ريزي دونك توس كونتر موا. الكيد أنا شفت يعني أيوه الكيد. الكيد الكيد الحيلة. إني توكلت على الله ربي وربكم وربكم على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها. هنا شو هنا كلمة واحدة إن ربي على صراط مستقيم. هنا فيها مشكلة. هنا صاحبنا يعني إلا هو إني توقعت على ما من دابة إلا هو آخذت آخر دابة. فهمت أبونا راميا حاد عن الصراط المستقيم. ما من دابة فهمت بمعنى دياب دابة يعني هي تفهم عامة إلا هو أخذ ناصيتها. هل كلمة دياب أو شيء تعني فعلا حاد عن الصراط المستقيم؟ هسه شوفك شفت علي. فمعه هو هنا يعني غير المعنى تماما أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ. فيعني هنا وقعنا في مطب. دياب 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 دواب دواب دياب 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 دواب شوف دواب. لأنه كلمة دابة جت كثيرا من المرات جت كثير من المرات أبونا. أيوة. لكن بمعنى الحيوان. أيوة. أو أيوة. ما يدب على الأرض. أيوة. بهذا المعنى. أيوة. دابة الأرض التي تصدرها الدابة التي تدب. شو هو الدابة؟ هو إلا هو أخذ بناصيتها. دابة مفهومة حيوان. ناصيتها شو يعني ناصيتها؟ هو يقول مالكها وقاهرها والمتصرف بها أخذه بناصية. هو الناصية أبونا هو الشعر بمقدمة الرأس. هكذا تفهم عامة. هكذا تفهم عامة. لكن أستاذنا يقول إلا هو آخذ أي حاسبة بناصيتها. الناصي أي بخلافة أي مخالفة للصراط المستقيم يعني بذنبها.
أي بمعصيتها وبذنبها. لأنه يموت داب من أرخ من أرحى، يعني حاد عن الطريق، زاغ عن الطريق، داب من أرحى. أما الداب في 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 نفسها هي ما تنطي هالمعنى إلا إذا جئت مع الطريق، يعني داب من أرخى، يعني من أرحى، يعني مال عن الطريق أو حاد عن الطريق. إيه هو بس سريانيا، هل في كلمة دياب تعني دياب حاد عن الصراط؟ لا، مو أقول لك إلا إذا تستعمل مع الطريق فتنطي هالمعنى. أيوة أعطيني أعطيني الجملة مع الطريق. حاد عن الطريق شو تقول؟ داب. أيوة داب. أيوة من أرحى. داب من أرحى. هذا من الطريق. باء من داب معناته حادة. أنا يكفيني هيك. داب أبونا حلو. داب يعني حادة. سريانيا. سريانيا حادة. حادة يكفي حادة. هو حاد. نعم. وإذا نجيب المتعدي ديب، يعني أهلك أبادة. أيوة داب يعني حادة. إلا هو آخذ أي هو آخذ أخذ هو يأخذ يعني يحاسبه بناصيتها. هو كلمة ناصية هذه ليس سريانية ولكن فهمت بمعنى مثل هيك. على كل هو فهمها أبونا مخالفة للصراط المستقيم أي بمعصيتها. هذه طناء لأنه هنا لأنه أخذها عن حديث نبوي، حديث لعائشة تقول ولم تكن تناصيني إلا السيدة الفلانية. أيوة. تناصيني يعني تخالفني. بهذا المعنى. أيوة. فهو اعتبرها يعني الذنب هنا، فهم بهذا المعنى. إن ربي على صراط مستقيم. لكن هنا أبونا يعني بناصيتها ملك وقاهرها، يعني هو قاهرها قاهرها. شوف إلا هو آخذ بناصيتي أي مالكها وقاهرها. فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه. وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيتي يكون في غاية الذل. فماذا تعني الناصية أبونا هنا؟ أقول لك شو هذا جاء على هاي الناصية بناصية. انصاء انصاء. إذا نأخذ انصاء انصاء نسيانا، يعني خاصم، ما حك، شاجر، خالف، ضادد. فناصويا هو مخاصم مناقض. طور روحك طور روحك. أعطيني الفعل السريانية. انصاء نون صاد أليف. أيوة. نون طبعا مسكونة ساكنة ساكنة ساكنة. أيوة مسكونة. أنت تقول يعني مسكونة من الشيطان. مسكنة عفوا مسكنة. ساكن احنا نقول ايوه ساكن. انصاء تعني ماذا؟ خاصم، ناقض، ناقض، خالف. خالف ايوه ايوه هيك صح. أيوة. خالف. خالف سريانيا. ايوه يقول ما لا احد ناصاني يعني خالفني. ايوه يعني هاي بناصيتها يعني بذنبها. يعني ما من مذنب إلا هو آخذ بذنبه، آخذ يعني يحاسبه على ذنبه. اختلف المعنى تماما. أنا أشوف لك الناصية ماذا تعني الناصية أبونا. الناصية شوف هنا معجم العربية الناصية
ناصية، مقدم الرأس، شعر مقدم الرأس إذا طال. شوف 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 شوف، لا هنا غير، أذل فلان ناصية فلان، أهانه وحط من قدره. أذل بس ناصية، بس أذل ناس هي أذل، أذل الناصية رأس الشارع لذا ما التقاه بآخر. الناصية احنا بنقول بالعربي الناصية، ناصية الشارع يعني رأس ناصية الشارع. الشارع بالضبط، هي موجود. أيوة يعني هذا هو هنا قلب المعنى بالتمام. إيه لا، ما إيه، ما يمكن أصح العربية نفسها من دابة إلا هو آخذ به، يعني ما في شيء يدب على الأرض سواء كان إنسان أو كان حيوان إلا الله هو، يسيطر عليه. هو متحكم به، طيب أخذ بناصيته يعني تحكم فيه يعني. ايوه، هذا هو استاذنا يقول هيك. احنا نعطي رأي، احنا وانا اكتب عامة، وعلى وفقا لليوكسمبورغ، لوكسمبرغ هيك 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 خلص. احنا ما يعني في الهوامش، في بالضبط. الهوامش، بس انا اترجم كما تقول انت، نعم. ولكن في الترجمة أضيف في الهوامش لوكسمبرغ يفهمها هكذا وهكذا. نعم، ليش لا؟ فهمت علي؟ يعني أنا أخذ بس المعنى لا العربي. يكون هو ما موافق هذه، وقال باسمي أنا ما قلته هاي. لما هو قالها في مكان آخر أبونا، أوكي، إذا قال هو أيوه. في مكان آخر صح. جاءت وفسرها في آية أخرى. نعم. على كل، إحنا فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. حفيظ يعني يحفظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واضح. وأتبعوا في هذه الدنيا. يا أبونا العربي يعني كل حرف لازم تلاحظ شو عليه حركات، ثقيل جدا، ثقيل جدا يعني القراءة مش بالسهل. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد، عاد قوم هود. بعدا صحيح، هي مفهوم عربيا، هي مفهوم عربيا يعني بعدا يعني ما هو، إبعادا. ما هو شو اسمه المسيح بيقول لبطرس اذهب عني يا شيطان، أيوة. يعني ابتعد ابتعد عني إلا بعدا إلا ابتعادا. طيب وكفروا ربهم، شوف كفروا رب، لا كفروا بربهم، إنما كفروا ربهم يعني نكروا رب، أنكروا ربهم. ايوه، على كل ابونا نعم. بالبشيطه المسيح بيقول لبطرس ابعد عني يا شيطان. أيوة. شو بيقولها؟ انا همني تتذكر شو قال. ريترو اذهب عني يا شو هذا، لانه هي همني ربما انه ماخوذه من هاي، بعدا لعاد قوم هود. شفت كيف أنا اللي يعني فكرت فيه، فكرت بهذا المعنى. تتذكر الآية، تذكرها. أنا أتذكرها. ابعد عني، ابعد عني يا شيطان، مش هي أيوة شيطان بالضبط. بطرس، مش هي ابعد عني يا شيطان. نعم. ايوه، هي ابونا في متى الفصل 16 الايه 23. صح.
ايوه ودفني ومر الكخيفة زلخ الوستر ساطانا زلخ يعني اذهب إلى الخلف يا شيطان. عيد الجملة مشان اسمعها. زلخ زلخ البستر ساطانا. يعني ما في كلمة بعد. لا لا خلص. اذهب إلى الوراء يعني أيوة. تراجع يا شيطان. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ما فيها مشكلة، هاي لغة سريانية حسب علمي. حسب علمي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. مرجوا، كلمة مرجوا هنا يعني فهمت بمعنى متوقعا منك الخير، كنت مرجوا. فهم علي؟ هل كلمة سريانية تساعدنا نفهم كلمة مرجوا؟ إذا قريناها بالكوفي مرعوا عاية حي هذه الحاء والعين ايوه تكون راعي يعني مرضيا مرضيا. ثاني واحد شوف شوف انا شوف كتبتها انا ترجمتها حرفيا رغاد. شوف ابونا شوف ترجمتها او صالح تي ان اسبوار بور نو، لان كنت رجاء لنا. يعني احنا كنا ننتظر منك كثير، يعني مثل ما قلت لك انت جبناك عون طلعت فرعون، يعني احنا كنا نترجى منك غير شيء. قالوا يا صالح مرجوا يعني كنا ننتظر نرجو من نرجو انك تكون افضل من هيك. فهمت علي؟ هو من الرجاء. ايوه يعني كنا نرجوك، كنا نرجع اليك، يعني نامل فيك. ايوه كنا ايوه كنا يعني انت مأمولا متفائلين بك. yeah. متفائلين بك. طيب واضح. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من ينصرني من الله ان عصيته، فما تزيدونني غير تخسير غير تخسير. هذه طبيعة الحال هذه الصيغة يعني هي للسجع فعلا، بس تخسير فهمت أبونا ضياع، مصدر خسر جعله يخسر تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها يعني اتركوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. هذه جت في سورة أخرى. أي جت في ثمان سور أبونا. شفت. تتكرر كثير ما تدري شو السبب. لكن مش هندخل هنا في الموضوع. 65. فعقروها. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها نرجع شفنا كلمة عقروها. شفنا أيوه. ما هنرجع يعني ححيل لها في حينه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة طيب فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جثم يعني فهمت بمعنى ميتين. جثم بس هاي رجعنا شفناها مرة أخرى أبونا أظن. جثم المجاثيم احنا نقول جثم جثم على صدره
ايوه 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 يعني جاثمين 91 ابونا. طب هشوف لك كيف فهمت جاثمين، هشوف لك في القاموس ازاي فهمت جاثمين. جاثمين احنا كلمات القرآن احنا عايزينها يا سيدي، مو عايزين غير شيء، عايزين كلمات القرآن. جاثمين نصبح في ديارهم جاثمين أبونا. هاي هود، أيوة نشوف جاثمين. جاثمين ميتين ساقطين على وجوههم جثمة. جثمة. طيب منيح، ما لها حاجة. هل فيها سريانية جثمة؟ لا 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 ما في، لا كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. حنيذ، أيوة حنيذ. هو أبونا يقرأها عتير، جنين. هو فهمها بسبب السريان الحاء والعين. ايه ايوه حنيذ. ما معنى حنيذ؟ هنا مشكلة، هنا احنا امام مشكلة. حنيذ لانه كلمة حنيذ لا تستعمل بالعربي. صح هو فهمت بمعنى مشوي. مشوي. ايوه حنيذ. كيف صارت، ليش صارت حنيذ مشوي؟ هنا انا مش فاهمها، لانه احنا في الواقع ما نقول حنيذ مشوي، هو المشوي مشوي، مو ممكن حنيذ. يعني من وين جت حنيذ؟ حنذا حنذا في حنذا. ايوه هنا شوف ابونا شو يقول لك. مشوي بالحجارة المحماة في حفرة، مشوي على الرضف، مشوي بالحجارة المحماة. لا هاي اختراع، هاي اختراع أكيد أكيد. يعني حنيذ فيها مشكلة هذه الكلمة. صلف هنا شو يقول لك هنا؟ طرف متنعم، مترفه، متكبر، ختيار، كبير السن، خطير، كبير. ما يلي ربنا بينعم عليه بيكون غني، ويلي عنده كثرة مصائب بيكون معطر. حتير أيضا بمعنى اكثر، حزيرا، خنزير، ثمين. ايوه فهو هو يعني هذه هو يحاول انه يغير حركات هذه الكلمه. يحاول يغير كلمات حركه، يعني ايوه قراءه هذه الكلمه. ناصح إنك عتير عتير هنا أبونا حنيذ مشوي. أنا بسأل المشاهدين، هل في لغاتكم تستعمل كلمة حنيذ بمعنى مشوي؟ أبونا بس في الطورة ما بتقول شو اسمه. شوف شو يقول. فأخذ عجلا رخيصا طيا وسلم في إعداده، ثم أخذ لبنا. هذا سو هذا جت أبونا في أيوة هذه أبونا، هذا أبونا في تكوين، في التكوين فصل 18 الآية الثامنة أو السابعة، السابعة والثامنة. نشوف لك شو هيقول. بعجل هو واقف بالقرب منهم تحت الشجرة فأكلوا. أيوة شوف لك هسه القرهيت أوراها منصر العغلة خذ شم وطاو فأخذ عجلا سمينا وجيدا.
سمينة. ايوه اجلا هنا هنا يقول رخصا طيبا، كيف يعني رخصا طيبا؟ ما فهمت رخصا طيبا يعني رخصا، ما فهمتش ليه رخصا يعني رخيص يعني لا استرخصوا. لا، عجلا سمينا ايوه وطيبا. ايوه طيب هلا اشوف لك اياها ابونا، هلا اشوف لك البيبل التوراة الكتاب. طيب الحاصل، طيب انا تحقق من الكلمة، تحقق بإيه؟ تحقق تمام. تحقق من النص، النص حنيذ يمكن يكون ربما أنشأ بعجل حنيذ، ربما عبري، عجل سمين. أيوة عبري، ربما عبري، ما أدري ما أدري أبونا. هو أنا أشوف لك النص العبري أبونا هنا، ما أها. دام إحنا قاعدين بنشتغل كمان على العبري. أنا بشتغل كمان، بحاول أدرس عبري مشان نشوف هلا إحنا كنا أي فصل أبونا؟ عد لي الفصل 18 8 18 7. 18 7. حلو جدا. أنا هلا عندي فصل قلنا 18 أنا هنا 18 لا والله مستثني احنا بنقول هو التكوين مش هيك؟ مش أيوة هيك أبونا؟ نعم. أيوه 18 18 18 لا مش تكوين 18 فصل 18 الآية السابعة أيوة مش هيك أبونا؟ أظن في الدقيقة، بس خليني أنا أتأكد. عندي هنا ذكرت أبوه أو أنا أبونا تكوين الفصل 18 الآية الواحدة إلى الثامنة، فيعني أيوة 18 هي السابعة. في هذا الغفصة وأخذ ابن بكر رخصا وطيبا، هو فهم رخصا وطيبا وضع في تهياته نحو البقر، فأخذ عجلا رخصا مسمنا. شو يعني رخصا مسمنا؟ ايوه هو هذا. أيوة رخصا مسمنا، رخصا طيب بطوف، هو رخ وطوف رخص، ما فهمت شو طوف، ايه فأكل وهو واقف. شمن وطوف، شمن وطاو، رخصة طوف. أيوة سبعة فعلا سبعا أيوة أبونا أنا عندي هنا هلا صار شوف قال سرعي 3 كيلات طحين سميد، اعجني واصنعي عجات. وإلى البقر ركض إبراهيم سلات حنيت، لا مش هذا سميد، لأنه ربما قلت يا سميد. هو صاحب نقرأها أبونا عتير، كثير يعني مو معقول، أو أبونا هو قرأها ربما لأنه حتير بمعنى أكثر، حزير خنزير يعني ثمين حنيض. طيب على كل، إذا إخواننا الفاضلين يعني تفضلوا علينا، إذا عندهم هم بيستعملوا كلمة حنيض هذا في بلدهم احكوا لنا شو معناها. احنا مو عايزين يعني نشكك في شيء ايش مكان هذا. ايوه هلا ابونا هنا انا حشوف لك حنيد،
أنا هشوف لك القاموس شو يقول أبونا. هنا أيوه هنا حنيل. القاموس اللغة المعاني، القاموس اللغة العربية حنيذ، فهم حنيذ هذا أكيد، حنيذ حنذا الماء الساخن، حنيذ الماء الساخن الذي يقطر دهنه، الحنيذ المشوي. على كل أنا يعني السريانية ما بتساعدنا. سريانية هي هذه، إذا تقول عتير يعني وفير. وفير يعني ناصح، لا ناصح. مش ناصح، سمين، لا مش سمين، السمين. ما في سمين خلاص، هذا هو مشوي، خليكم. لا تخليه مشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل أطيب، إليه. مشوي أطيب. ايوه انتوا بتسموه مسقوف. هاي السمك بس مسقوف. فقط. بس سمكة. احنا بنسموه مشاوي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نكرهم يعني نكرهم هنا فهمت أبونا، أنكرهم ونفر منهم، فهم أبونا كيف؟ وأوجس، أبونا بمعنى شعر وأحس، توجس يعني. توجس منه خيفة الخوف. ايوه أيوة واضح. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه الآية غلط. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق فضحكت، هي ضحكت بعد ما بشروها، ايوه بالضبط بالضبط. قالت يا ويلتي ألد وأنا عجوز، فاهم علي؟ هو فضحكت فبشرناها، هنا قلبت الآية، هنا صح. جت مشكلة. احنا فجرنا إسحاق. على قالت يا ويلتي ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ايه موجود، هاي معروف. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مجيد، اوكي. أهل البيت هنا أبونا فهمت بطبيعة الحال عند الشيعة أهل بيت محمد. أهل البيت دول يموتوا ضحك عليك أبونا، إحنا محتاجينك لا تموت أرجوك، يعني عبال ما نخلص القرآن وسوي اللي تريده. فلما ذهب عن إبراهيم الروعة وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هاي ناقصة، فيها نواقص بس ما دخلنا فيها. الروع أبونا الخوف، بس هو فهمها عايز زوعة. الزوعة. بس موجود بالعربي روعة، لا روعة راعة موجود. أيوة معلومة موجودة، راعة يعني خافة، ليش بالضبط. يروح زوعة الزوعة؟ أيضا خوف. بس بس الزوع بالمصري يعني زوعة. ما فيش أبونا زوع بالعربي، أيوة ما في، لا لا زوع يعني نحن العراقيين بس نستعملها. زاع زوع زوع يعني، تكرم لما واحد يرجع الطعام منه. أيوة أيوة يقذف، احنا نقول بقذف يعني براجع. إيه يراجع. أيوة لا يزوع الزوع صح. الرعب والفزع، بس إيه. الزوع هو روع مفهوم عربيا، ليش الذي هو مفروض الزوع؟ الزوغ، ليش الزوع؟ يعني الظاهر انه ما هو هيك يقصد. كثير مرات يقول هذه كلمة كانت هيك بس لأنه كتبت غلط بالهاي، بعدين القواميس دخلوها بنفس المعنى السرياني. ايوه فهمت، تتذكر هو هيك اعرف يعني اعرف هو هذه نظريته من النظريات وهذا. هذه نظرياته، ان نعم هي احنا طبعا قرئت لازم خطأ واحد وصحة. يحترمها حقيقة، يعني حر ما عندنا مشكلة. جائزة كل جائزة. لا.
لأنه مشكلة أنه ما عندنا أي نص قبل القرآن مكتوب بالعربي. تمام؟ طيب شوف أبونا استخف طيب عقل لنا الله بعينه سألوا الروع هو أيوة. على كل الله بعينه الله بعين هذه مشكلة ما عندنا إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم بالسرياني أو الإيمان المستقيم، وأيضا حليم يعني بصحة منيحة بصحة منيحة. نعم. حليم بس أنت لما تقرأ كلمة حليم بالسرياني حتفهمها إزاي؟ حليمة يعني صاخ وصحة جيدة يعني صحيح. أيوة بس هي ما تفهم هيك بالعربي مش هيك؟ أيوة مش هيك أبونا؟ أيوة بالضبط. إيه فخلينا نشوف إذا عندها معاني أخرى. كلمات القرآن حلم 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 كلمة أبونا بمعنى كثير الأنات يعني صبور حليمة بهذا المعنى حلم لا يحب المعاجلة بالعقاب كثير الأنات حليمة حالم حليمة حالم سالم صحيح متعافي متين مكين ثابت جسيم غليظ مستقيم سديد حليم وديع طيب لذيذ كل هاي وديعة أيوة معناته هي صحيح وديعة أيوة وديعة أيوة. هي بهذا المعنى وديعة حليم وديع أيوة أيوة فيها حليم هي نفس المعنى هي بالعربي موجودة أيوة. أواه فهمت أبونا هو قرأ هنا هيك تويو هو يفهم كثير التأوه أي الكثير الخوف أيوة نقول يتأوه أيوة يتأوه أيوة أيوة أوه. أيوة نفس الشيء أواه يعني أواه بالضبط نفس العربي أوي أيوة نفس الشيء معناته هذا كل الكلام هذا اللي نحذفه ما لنا علاقة به أيوة أواه توية ممكن توية هو يقول تائب تواب بس هو ما عندنا هنا تواب أواه مش ممكن خطأ في الكرشوني إذا أوايا 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 هي جذر لل يعني موافق وافق وافق طابق بس هي هنا أواه هو يقول توية توية جاي من توية لا بس هنا تائب صحيح تائب أواه مش معقول هنا أبونا هيك أنا أحذفها ما عندي مشكلة منيب يعني راجع إلى راجع بهذا المعنى منيب بالعربي راجع إلى الله وتائب تائب أواه طيب
يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أيوة واضح الكلام هذا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ذرعا أبونا، ذرعا تفسير واحد. طيب، ضاق ذرعا بأضيافه، يعني بضيوف بأضيافه. على كل، احنا هل هي عبارة سريانية؟ هي العبارة عربية واضحة، وضاق ضاق به ذرعا. احنا نقول بس هي مأخوذة أكيد من القرآن، هذه هذا يوم عصيب، يعني ضاق ذرعا، يعني ما بقى له، عضت ذراعه، يعني ما صار طابق عنده حيلة، طابق عنده حيلة، يعني ما بقت له حيلة لحتى يساعد، ما بقت له. أيوة يعني ضاق ذرعا. وجاءه قومه يهرعون، مش يهرعون، وكان لازم يقول يهرعون مش يهرعون. وصححت القراءة المختلفة فعلا. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. ما فيها مشكلة، أنا عندي هاي 59. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أيوة واضحة معي. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ركن شديد أبونا، جانب قوي، ركن. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، أو هل هناك كلمة سريانية ركن تساعد إلى ركن شديد؟ كان نشوف لك، نقول أركن على فلان، يعني أركن علي، يعني اتكأ عليه أو استند عليه، كان أو ارتاح إليه. الخين ركن، إمال عدل حاد نزل انحد انحدر هبط سقط تنازل رزن كاد أوشك قر ثبت، هي ثبت إليه. هيك أوكي، إلى ركن شديد، إلى ركن أقل، واضح العربية. أيوة. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. هلا هنا فأسر بأهلك بقطع الليل من الليل. أيوة بقطع، يعني أسر بالليل. أيوة هنا بقطع من الليل، أيوة بقطع من الليل، يعني هنا فهمت تفسير اثنين. طيب، من الليل بقطع من الليل. ثاني واحد يا أبونا نشوف شو فهمت تفسير. طيب هنا تفسير واحد، يا ربي شو هذا الشغل، قطع من الليل، قطع من
من الليل خطأ في قطعنا، أيوة بقطع من الليل، يعني بجزء من الليل أبونا، تفهم؟ ايوه هنا 81. أنا شوف إزاي أنا فهمت لما ترجمتها. شوف أبونا شو ترجمتها، en fin de nuit، في آخر الليل. وما كيف أيوة، فسروها؟ هلا كلامك سليم. كيف فسروها؟ بقطع من الليل، أيوة بقطع، من أيوة في قطع خطأ في قطع من الليل. شوفوا أنا مكتوب أيوة أيوة صح، هو خطأ، بس كلمة قطع هنا المشكلة. كيف فهمت؟ بقطع من الليل، هذا جاءت في عدة آيات، في آيتين على الأقل. بقطع من الليل، بقطع بظلمة من آخر الليل. قطع من الليل سواده أو آخره عند السحر، عند السحر، أو قطعة منه. والقطعة، القطعة من الليل، قطع، بقاع، مختلف الطباع، قطعة، بهذا المعنى. ايه هل أبونا كلمة قطع سريانية إلها معنى؟ يعني قطعة أيضا بجزء من الليل يعني؟ إيه قطعة يعني قطاع هي لأنه قطاع بقطعة أو ب يا أو ب شوف هذا شو قطع أنا قطع قلب قلم قطع شذب شذب كسح منع صد أوقف حرم امتنع بطل انتهى زال كل ضجرة قطع أثلي ضجرة سئمة قطع 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 صرم شذب قطيع قطيع منقطع منصرم نحن نستعملها قطة قطعة يعني قطعة فلذة قطعة جزء 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 من الليل أيوة على كل، هو أنا فهمت بآخر الليل. فلما جاء، ما هو قال له هنا، شو بكملها؟ إن موعدكم الصبح، الصبح يعني وش الصبح؟ طب أيوة أيوة، أليس الصبح بقريب؟ فهمت يعني بهذا المعنى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. بس الجائز أستاذ موعدكم يعني موعد اللي راح نشوفكم بكرة الصبح بعد ما تقطعونا بالليل يعني تمشون بالليل ايوه الصبح يجوز، نلاقيكم ايوه موعدكم موعدكم الصبح، يعني بجوز ابونا هنا كمان، هنا موعدكم الصبح. موعد الصبح انا أيوة. اشوف لك ازاي انا ترجمتها هنا، 81، 81 فندوي اتفاق للرانديفو سيرا لو ماتان، رانديفو الرانديفو الموعد، صحيح الموعد فأما هرب معلوم بالليل كون يعني بآخر فبالصبح الليل يلاقيك بصبحه، أيوة بصبحه، لأنه ما بدوا من أول، لأنه إذا مو بعيد المكان هربوا من المدينة، ايوه في ما جزء مشوا طول منه الليل. أيوة الصبح يكون موعدهم أيوة فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. كلمة سجيل هاي عليها مشكلة عن صاحبنا، منضود. أيوة سجيل هو، فهمت أبونا سجيل بمعاني مختلفة. ما سجيل هذه أبونا، طيب، هو سمعتها حجر، ما أتذكر وين في حلقة في شريط بيوتيوب سجيل يعني
قالوا هي يونانية ما أعرف. ايوه، هي يقولون هيك، هم يقولون هيك انها سجيل. على كل هي انظرها، مش الآية التالية، احنا مش حنروح عليها، بس سجيل ابونا هو فهمها صاحبنا. الساحل مكان المياه الجارية، ومنها اشتق الساحل، وهنا البلد أي حجر. سجيل يعني من برد، حجارة من برد. برد. هل هذا هو الأمر؟ سجيل، هل سجيل عندكم تعني هكذا؟ لا ما في، ما في أصلاً، ما في سقة، حشو سقة، صغي وفرة، صغي زيت، صيدة، شوف دقيقة، صغل، صب، صغلة، سعد المذكور، صغلة، سجل مدرج، صغلة هو مدرج سجل. أنا أبونا فهمت كير درجيل، سجل حجار من فخ، يعني من طوب اهي، اللي ايوه كانوا يبنوا في العراق هذول. شو ايه الطوب، ايه البريك؟ القرميد، القرميد، أيوة، لا الطابوق، الطابوق نسميه. أيوة طابوق مثل هيك من سجيل. هلا احنا ممكن نشوف هنا ازاي انا ترجمتها، كيف انا فهمتها في اماكن اخرى. سجيل، على كل هذه الكلمه انت ما عندكم اياها الكلمه هاي بالسرياني، لا لا لا، خليها هنا. مسوى، ايوه، منضود. منضود ابونا فهمت بمعنى، احنا بنقول المنضده، الطاوله يعني، الطاولة منضود، منضود يعني نعم مرتب، مو مرسم، منضود. أنا فهمت، ينضدون كانوا الحروف، تنضيد الحروف أيوة، فارم عليك، بالطبع منضود السابق، يعني الطبع القديم. 7 سور لي سان دي بيير دارجيل. هذا عليها مشكلة، الآية 19 الصورة. طب احنا تكلمنا عن هذا في آية سابقة، لا نريد أن نرجع لها هنا. هسه جاب بالي سجيل حجارة، يقال انه هاي مأخوذة من اسطورة آشورية، على اساس ايوه، كانوا هذه طير الابابيل. اوكي، هاي خلي نتكلم، فاهم، لما نجي على طير الابابيل هناك. ايوه الآية، هامش الآية، هي الآية هنا 19. لا هي تكلمنا عن السجيل أبونا، كلمة سجيل جت في الآية 13 19 4، 19 4، احنا 19 4 نروح لها، مش مشكلة، اوكي 19 4 وبعدين نخلص هنا. 19 4، 19 4، 19 4، شو هذا 19 4؟ لا، شو 19، هذا، انزل انزل انزل، نطلع الآن 19 20 19 4 5 4 أيوة، هنا شوف شو قال هنا، سحيل في حجارة هي من سحيل، سحيل من سحيل ساحل أي الماء الجاري، ومن الزحل برد حجر المطر، كيف دمطر، كيف دمطر، شو بالسرياني تعني بعد، ومنها السيل والسائل. إذا سحيل 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 شوف هو شو يقول. ايوه عندك صحيح 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 صحل صحل صحيح صحيح صحل، ما في سحل، سحل ما في سحل، أما أبونا في صحل المكابيين موجود، رماهم الرب بحجارة ضخمة من السماء، هذا في المكابيين الأول، على كل، أيوة، المكابيين مكابين الأول الأول،
الفصل السادس الآية 30. الفصل السادس آية 30. الآية 30. الفصل السادس العاشر الخامس السادس السادس 30. أبونا 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 لا أبونا هنا خطأ، هو سفر يشوع الآية السفر العاشر، يشوع الفصل العاشر، يشوع الفصل العاشر. دقيقة يسوع يشغلنا الفصل العاشر عشر الآية العاشرة آية 10 و11. الفصل العاشر آية 10 ذلغ أن المرية قدم إسرائيل ومخا وأن المخوثة ربثة بغوع ندوث حوران واردب انهم برحة مسقان والحوران وحروا انه عظم العاقر وعظم الماقر وخاذ عراق من قدام اسرائيل ونحتين واو حتى دويث حوران ومريش داه علي هون كيبر ورواثة من شمية ورمى الرب عليهم حجارة كبيرة من السماء. ايوه من السماء حجارة شمية. حجارة كبيرة رماهم بحجارة كبيرة. هناك الترجمة الأخرى، الفهم الآخر، إنها كلمة إغريقية، سجيل سجلهم، وتعني الختم. كلمة ختم إشارة إلى الله، إلى الله. يعني هو الله يسمى الختم. وصغلة أيضا مو قلت له بالسرياني صغلة يعني السجل. سجل صغلة يعني سجلة بالقام الجمل الملينة سجل. يعني ماذا تعني بالسجل؟ صغلة سجل يعني سجل. شو يعني سجل؟ سجل يعني شيء يسجل به يعني. أيوة فهمت من سجل، بس هل مالهاش معنى من سجل؟ هذا هناك سجلهم يعني هو الختم. صغلة سجل مدرج فرمان أيضا. فرمان. أوكي سجل. إذن أبونا إحنا ما دخلنا بهذا الأمر. إحنا نرجع على صورتنا، على صورة وهود، مشان نعرف وين نوقف، لأنه مش عايزين نطول على أبونا ولا على المشاهدين. هلا هنا فلما جعلنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، منضود. يعني إيش يعني منضود هنا؟ منضود هنا منضود يعني مصفت يعني مثل هيك، تقول مثل هيك. دود منضود هنا منضود أبونا فهمت، مصفوف الواحدة فوق الأخرى، متتابع. أيوة هيك متتابع أو مجموع معد للعذاب. هو منضود نظير متراكم. منضود طيب. نضض يعني نظم. مكوم. مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة فهمت أبونا مسومة معلمة.
مثل سماهم في وجوههم. اي بهذا تعرف تتذكر هناك ذكرنا نعم المسومة عند أيوة هنا 83. أمل نكون قربنا نخلص 105. طيب عند ربك مسومة عند ربك، يعني كيف يعني مسومة عند ربك؟ هنا كلمة، هنا مشكلة. مسومة عند ربك يعني كيف؟ الله الله الله، مسومة عند ربك. هنا بقول لك معلمة للعذاب. احنا بنقول سامه العذاب، يعني عذبه، سامه العذاب. مسومة عند ربك هنا مسومة. ممكن هنا هود، هود معلمة. هنا مسومة، معلمة عليها اسم من يرمي بها. شوف شو مكتوب عليه، معلمة عليها اسم من يرمي بها. هذا الجلالين يقول هيك. أيوة أيوة متين. احنا شوف شو بنسميها الواحد. سام، من معانيها يعني الذخرة، ذخرة. الذخرة يعني خزنة، يعني ايوه مكنوزة عند ربك مسومة. شوفوا ما يقول تفسير الميسر، معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشاكل حجارة الأرض. يعني علامات يعني تبين هاي حجارة مو من الأرض، هاي حجارة من السماء مسومة. أنت بتقول أعطيني الكلمة هاي اللي حكيت لي إياها. سام سين ألف ميم، أيوة سام أيوة هي تعني طويلة، مو فتحة إنما أيوة ألف. سام سيدي سام سيامة هي معنى. شوف بيها أيضا رسم وسام، يسيم سماء، أيوة وأيضا كنز والذخرة، ذخرة 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 كنزة، ذخرة عند مكنوزة عند ربك. أيوة هاي بتكون أصبت حتى، يعني الله خازنهم عندهم هذول الحجارة. مخزون. ذخرة ذخرة خزنة، ذخرة خزنة شيخ ايوه خزنة خزنة مخزونة. يكون أفضل مسومة عند ربك سريانيا، يكون أفضل أظن هيك أوضح. طيب هلا ابونا توقف هنا، لانه هلا نروح على قصه شعيب وخلصنا من هون القصه. حلو، هذه هاي حلوه الوقفه، هاي حلوه. نروح إلى مدين هالمرة، ايوه خلصنا ثلاثه. من قوم عاد وقوم لوط وقوم ايوه نروح ايوه إلى قوم مدين. اليوم ابونا قرانا حوالي 70 ايه. جميل، حلو جدا. زين، انا ابونا اولا انا اوقف المشاركه، أشكرك أبونا على المشاركة وعلى الأمور اللي فتنا فيها، إنه وشكرا. إحنا السرياني إحنا ما نفهم ولا كلمة ولا سرياني، يعني أنا فقط كاتب الوحي، أنا ما عندي شيء. شكرا لك، وأنت الموحي، أنت التوح موحي لا هذا، لا أبونا أنا كاتب أنت الوحي. الذي تلهم، فأنا أشوف شو اسمه، إيه أنا لي أبونا فقط أرجو. إيه أنا جدا شاكر فضلك، وبتمنى لك السعيدة، وأطلب من المشاهدين يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلهم الأشرطة القادمة. خليك معي أبونا، فقط بدي أوقف التسجيل.